السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثانية. اليوم راح نأخذ المحاضرة الخامسة في موضوع Shear and Bending Moment Diagrams in Beams، وراح نبدي بالطريقة الثانية لرسم Shear and Moment Diagrams اللي نسميها Graphical Method. شو وقت نستخدم هاي الطريقة؟ في الحالات اللي يكون بيها البيم معرض إلى يعني أحمال متعددة ومتنوعة على طوله، مثلاً خلينا نقول هذا البيم اللي شرحنا عليه سابقاً، فراح تكون السكشن ميثود الطريقة السابقة اللي هي يعني نأخذ عدة مقاطع سكشنز نسميها السكشن ميثود، راح تكون استخدام هاي الطريقة لإيجاد معادلات أو دوال للشير والمومنت بدلالة الأكس، وثم رسمها لكل مقطع على حدة. راح تكون عملية يعني تستهلك وقت وجهد. فمثلا هذا البيم اللي نشوفه قدامنا، اللي حتى نرسمه أو حتى نوجد المعادلات لازم عندي 6 مقاطع أوفر، مثل ما نشوف في هنا مقطع وهنا مقطع وهنا مقطع وهنا الرابع والخامس والسادس. طبعا في كل واحد من هاي المقاطع راح نطبق معادلات الاتزان سيجما اف واي يساوي صفر وسيجما مومنت يساوي صفر، حتى نطلع معادلتين، واحدة للشير وواحدة للمومنت. المجموع راح يصير عندي 12 معادلة لكل البيم. مثل ما نعرف عملية ايجاد 12 معادلة نطبق 12 مرة معادلات اتزان وثم رسمها، يعني هذا راح تكون تاخذ وقت. فلذلك يعني يمكننا اللجوء الى الطريقة الثانية، راح تشوفوها اسهل واسرع بالعمل حتى نوفر الوقت طبعا ونحصل نفس النتيجة اللي هي رسم الفانكشنز. فالجرافيكال ميثود راح نبدي بيها. اذا اخذنا هذا البيم اللي نشوفه قدامنا، يعني بيم معرض الى انواع مختلفة من الاحمال، الحمل موزع هذا اللي هو W بأي شكل كان، ومثلا عندي هنا عزم مركز وعندي أيضا قوة مركزة. فإذا أخذنا جزء صغير من هذا البيم، خلي نقول على مقدار طول DX، أوكي، وجينا كبرنا هنا هذا الجزء DX، فهنا اشرح ونسوي free body diagram طبعا لهذا الجزء. بالنسبة لللود، على الرغم من ان اللود variable هو هنا مثل ما نشوفه هو متغير، لكن لما ناخذ جزء صغير dx يعني نعتبره جزء صغير جدا لاغراض التحليل، فنقدر نعتبر W على هذا الجزء الصغير هو constant، نقدر نعتبره constant وليس متغير. اوكي، هذا راح نسوي المعادلات الاتزان نطبقها لهذا الجزء الصغير. Applying equations of equilibrium to the segment yields، ايش راح يصير عندنا؟ إذا بدينا في المعادلة الأولى سيجما اف واي يساوي صفر، ايش عندنا هنا بالاف واي؟ إذا نلاحظ عندي هذه القوة V، أوكي، إلى الأعلى V، زائدا W دي اكس. هذه W دي اكس هي محصلة اللود على المسافة دي اكس. فإذا اللود هو هذا الارتفاع والعرض أو الطول هنا دي اكس، فالمحصلة مالتهم اللي راح تكون بالمنتصف مقدارها W دي اكس، وأيضا إلى أعلى إشارة موجبة، ناقصا V زائد دي في اللي هو الشير على الجانب الآخر من هذا الجزء اللي أخذناه الدي اكس. هذه هي ال V زائد دي في، باعتبار إذا كانت هي في بداية ال DX V، فعلى مسافة راح تكون V زائد دي في، يعني مقدار تغير. مثل ما قلنا الشير هو يكون بشكل عام متغير على طول البيم. فهذه معادلة ال FY، هذا الطرف الأيسر ويساوي صفر. أوكي، هنا إذا نلاحظ هاي ال V وهنا عندي ناقص V راح يعني يتكنسل، شبقى عندي W DX ناقص DV يساوي صفر، أو نقدر نكتبها بالشكل التالي اللي هو DV زائدا W D، العفو، DV يساوي W DX.
أو نقدر نكتبها بالشكل التالي اللي هو dv على dx يساوي w. هذه هي المعادلة الأولى اللي راح يعني نستنتج من عندها المبدأ الأول في عملية رسم الدوال. شنو معنى هاي المعادلة؟ معناها هو التالي، أنه dv على dx هو مثل ما نعرف هاي يعني المشتقة بالرياضيات، هي المشتقة، والمشتقة بالرياضيات تمثيلها بالرسم هو السلوب of curve. فالسلوب of shear diagram هذا الطرف الأيسر، معناها السلوب of shear diagram at any point شي يساوي بالطرف الأيمن؟ راح يساوي الدبليو اللي هو distributed load at that point. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني في أي نقطة على الشير دايجرام الميل مال الشير دايجرام في تلك النقطة راح تكون مساوي لقيمة اللود في تلك النقطة. أوكي، هذه هي العلاقة الأولى، وراح نشوف شلون نطبقها إن شاء الله بالرسم بالأمثلة. وأيضا نقدر نوجد علاقة أخرى من هذا، إذا طلعت الدي في وحدها وردت أطلع يعني قيمتها، فراح أكامل الطرف الآخر اللي هو W دي اكس، وهذه هي المعادلة الثانية اللي تنطيني المبدأ الثاني اللي يقول الطرف الأيسر هو change in shear between two points dv، هو التغير في القص، تغير في الشير، change in shear between two points يساوي في الطرف الآخر تكامل WDX، والتكامل معناه الرياضي هو الأريا under the distributed load between those points. إذن معنى هذه النقطة الثانية هو أن التغير في قيمة القص بين نقطتين between two points راح يساوي مساحة اللود بين هاتين النقطتين. أوكي، هذا المبدأ الثاني اللي راح نستخدمه في الرسم. يعني طبعا احنا راح معناها نرسم بدون ان نسوي معادلات مقاطع او نسوي معادلات اتزان في تلك المقاطع. اوكي، هذا استنتجنا مبدئين من السيجما اف واي. نجي هسه الى سيجما مومنت. اذا سوينا سيجما مومنت في هاي النقطه، نقطه الاو يساوي صفر، راح يجي عندي هذا المومنت، هذا مع عقرب الساعه فاشاره موجبه، اوكي، زائدا العزم اللي سببه القوه في، هاي القوة، هذه القوة في ذراعها اللي هو دي اكس، هاي المسافة، وايضا مع عقرب الساعة موجب، وعندي العزم اللي سببه محصلة اللود اللي هي هذه دبليو دي اكس، فهذه دبليو دي اكس هي القوة المحصلة مضروبة في ذراعها اللي هي هاي المسافة نصف الدي اكس، اوكي، دي اكس على 2، هذه ايضا موجب لأنه مع عقرب الساعة، ناقصا هذا العزم اللي هو عكس عقرب الساعة اللي هو M زائد DM. أوكي، هذا هو سيجما مومنت يساوي صفر. هنا شنو عندي في هاي المعادلة؟ هذا الترم الثالث إذا نلاحظه هو W في DX ومضروب في DX على 2، يعني هنا راح يصير عندي DX تربيع، والمسافة DX هي أصلا مسافة صغيرة جدا، ومثل ما نعرف القيم الصغيرة عند التربيع تصغر بعد أكثر، تصير قيمتها بعد أكثر يعني صغيرة، فلذلك هذا الترم الثالث راح يكون قيمته جدا قليلة مقارنة مع باقي المعادلة، فلذلك نقدر نلغي ونعتبره قيمته صفر. وعندي هذه الأم وهذه ناقص أم أيضا تتكنسل، فراح يبقى من المعادلة التالي dm يساوي v dx، أو نقدر نكتبها بالشكل التالي dm على dx يساوي v، أي أنه مشتقة العزم تساوي الشير، واللي هي المعادلة الثالثة اللي تنطيني المبدأ الثالث اللي يقول أنه السلوب of moment diagram at any point يساوي الشير at that point، يعني الميل لمخطط العزم في أي نقطة يساوي قيمة القص في تلك النقطة. ونقدر أيضا نستنتج هذه المعادلة اللي هي dm يساوي تكامل v dx بنفس الطريقة، أو
معناها اللي هي الرابعة change in moment between two points يساوي area under shear diagram between those points، معناها أنه التغير في قيمة العزم بين أي نقطتين على مخطط العزم، التغير في قيمة العزم راح تساوي شنو؟ مساحة مخطط الشير، أوكي، بين هاتين النقطتين. هذا هاي المبادئ الأربعة ضروري أنه نحفظها، لأن هي هاي الأساس اللي راح نقدر اللي راح نستخدمها في عملية رسم الدايجرامز. هنا عندي مجموعة من النقاط تفيدنا أيضا في عملية الرسم، راح نطرحها هنا وبعدين نطبقها بالأمثلة إن شاء الله. الملاحظة الأولى أنه الأبورد W، احنا قلنا هذا الحمل المنتشر أما يكون اتجاهه للأسفل أما يكون إلى الأعلى، فإذا كان إلى الأعلى upward load is considered positive، راح نعتبره هو الموجب. indicating positive slope of the shear diagram، هذا تأكيد للملاحظة اللي قلناها بالبداية، الملاحظة الأولى أو المبدأ الأول، أنه إذا كان اللود اللي هو الأعلى نعتبره موجب، فبنفس الوقت قيمة اللود قلنا هي نفسها ميل الشير دايجرام، فإذا هنا ميل الشير دايجرام أيضا راح يكون موجب، والميل الموجب مثل ما نعرف هو اللي يكون عندما نتحرك إلى اليمين يكون الميل إلى الأعلى، عندما نتحرك إلى اليمين يكون إلى الأعلى، هذا هو الموجب، وعندما نتحرك إلى اليمين يكون نازل إلى الأسفل، فهذا نعتبره سالب. The area of positive load represents increase in shear، فإذا مساحة اللود اللي هو موجب راح تعتبر زيادة في القص، لأن احنا قلنا تغير القص والتغير قد يكون موجب قد يكون سالب اعتمادا على طبيعة اللود. الملاحظة الثانية البوزيتيف شير is plotted upward from the x-axis، طبعا مثل ما تعلمنا بالطريقة السابقة أنه الشير لما يكون موجب فراح نرسمه فوق x-axis، وإذا سالب إلى الأسفل، فإذا هو موجب راح يشير لي أنه بما أنه الشير موجب فالسلوب مع المومنت دايجرام راح يكون أيضا موجب، تطبيقا للمبدأ اللي أخذنا أيضا قبل شوية، وأيضا المساحة الموجبة للشير The area of positive shear represents increases in the moment، أيضا المساحة الموجبة راح تسبب لي زيادة في العزم، والمساحة السالبة تسبب لي نقصان في العزم. أوكي. ملاحظة أخرى The concentrated load appears as vertical line in shear diagram، إذن الأحمال المركزة راح تظهر ك vertical line بالشير diagram with length equal to load magnitude، ويكون طول هذا الخط العمودي الـ vertical line يكون مساوي لقيمة اللود، وعندما يكون اللود إلى الأعلى فراح يكون اللاين متجه إلى الأعلى أيضا والعكس صحيح، وهذا احنا الشيء طبقناه في الطريقة الأولى في الأمثلة السابقة وأيضا راح نطبقه في هذه الطريقة. الملاحظة الرابعة بنفس المعنى أيضا concentrated moment العزوم أو العزم المركز يظهر ك vertical line بالmoment diagram، وأيضا يكون طول هذا الخط مساوي لقيمة العزم، وهنا الكلوكوايز مومنت يعني المومنت اللي هو مع عقرب الساعة راح يظهر كخط عمودي إلى الأعلى، يكون اتجاهه إلى الأعلى، وبالعكس إذا كان كاونتر كلوكوايز راح يكون إلى الأسفل. ملاحظة أخرى قول بما أنه W must be integrated to obtain DV and V is integrated to obtain DM، يعني بما أنه احنا لاحظنا باشتقاق العلاقات أنه W أكاملة حتى أطلع ال V وال V أكاملها حتى أطلع ال M، وإحنا نعرف أنه عملية التكامل هي عملية زيادة في الأس، فلذلك الكيرف او الديجري مالت الدبليو بالتكامل راح تزيد درجة، يعني اذا كان الدبليو كيرف من الدرجة N فالفي راح تكون كيرف من الدرجة N زائد واحد، والمومنت راح يكون كيرف من الدرجة N زائد اثنين. For example if W is uniform، يعني اذا كان الدبليو هو uniform يعني مستطيل هنا
يعني من الدرجة هنا يعني يكون أفقي مستطيل اللود، فالV راح تكون لينير يعني زاد درجة، والM راح يكون بارابوليك اللي هو يعني كيرف من الدرجة الثانية. فهذا أيضا يساعدنا على الرسم حتى أفهم العلاقة بين الW والV والمومنت. ولاحظة أخيرة، بما أنه هنا الطريقة راح تتضمن عملية حساب مساحات لأشكال معينة، وهذه الأشكال قد تكون مستطيل أو مثلث ومساحاتها معلومة، لكن راح يعني تصادفني أحيانا بارابولا اللي هو من الدرجة الثانية، أحتاج أحسب مساحتها. فهنا القوانين بسيطة لحساب المساحة البارابولا: The area of parabola curve shown can be calculated as follows, provided that one of the ends has horizontal or vertical tangent, i.e. vertex of parabola. شنو معنى هالكلام؟ هنا البارابولا تعرفون هو كيرف، فإذا كان بهالشكل، فإذا أريد أحسب المساحة اللي تتكون تحت هذا البارابولا، فأكمل هالشكل خطين عموديات واحد بي وواحد اتش أسميهم، فالأيرا راح تكون هي واحد على ثلاثة مضروبة في بي اتش. هذا إذا أخذت الجزء اللي هو شنو الصغير خلينا نقول من البارابولا، وأما إذا أخذت الجزء الكبير، لأن هذا البارابولا إذا نلاحظ إذا نكمله هالشكل طلاب يعني نسويه مستطيل، فراح جزء من هذا المستطيل يكون الجزء الكبير والجزء الصغير. الجزء الصغير اللي هو واحد على ثلاثة، الجزء الكبير هذا اللي هو راح يكون مساحته اثنين على ثلاثة بي اتش. اوكي، فالبارابولا حسب اللي يجيني بالسؤال، اذا احتاج احسب المساحة الصغيرة فاضرب البي اتش في ثلث، واذا احتاج المساحة الكبيرة راح يكون ثلثين بي اتش. اوكي، اللي يقول هنا اكو شرط لتطبيق هذين القانونين: provided that one of the ends has a horizontal or vertical tangent, i.e. vertex of par. يعني لازم هذا حتى نطبق هذا القانون أو هذا القانون، لازم يكون واحد من هذني النهايتين، هذا هنا نهاية وهنا نهاية، وهنا هاي وحدة نهاية وهذه نهاية، لازم واحد من هذني النهايتين يكون هو ال vertex of parabola اللي هو رأس البارابولا. أوكي، رأس البارابولا اللي هو أما يكون عنده الميل أفقي، ميل المماس، أو يكون عمودي. فإذا حتى نطبق هذني المعادلتين لازم أما الـ H وأما الـ B تكون نهايته شنو؟ هو رأس البارابولا. هذه ملاحظة جدا مهمة. أيضا عندي علاقة أخرى أقدر أستفيد من عندها في البارابولا اللي هي Squared Property of Parabola، اللي هي Y على X، هذه y على x تربيع يساوي h على b تربيع. لاحظ اللي هو يعني اذا كان عندي جزء من البارابولا مو كلها ال h وال b، واريد احسب مثلا ال x ايش قد او ال y ايش قد، فاقدر اطبق هاي العلاقه اللي هي ال y على x تربيع يساوي ال h على ال b تربيع، ايضا بشرط هنا انه ال h هو اللي يتضمن الفيرتكس. يعني حتى نطبق هاي العلاقه لازم ال h هو اللي يتضمن الفيرتكس. فإذا كانت فرضاً الفيرتكس هنا، فراح نعتبر هذا هو الأتش. أوكي، هذا ضروري ننتبه لها طلاب، يعني مو دائماً البي الأفقي والأتش العمودي، وإنما الأتش هو اللي يتضمن شنو؟ الفيرتكس. أوكي، هذه يعني الملاحظات الأساسية لعملية الرسم اللي راح نطبقها إن شاء الله بالأمثلة القادمة. قبل لا نبدأ بحل الأمثلة حسب الطريقة الثانية الجرافيكال ميثود، نقدر نقارن الحل بالنسبة للمثال السابق احنا حليناه بالطريقة الأولى، طريقة السكشن ميثود اللي هو أول مثال، فنجي نطبق المبادئ اللي تعلمناها بالطريقة الثانية على هذا المثال. فخلينا نجي هسه نراجع هذا المثال اللي هو مثال بسيط، simply supported beam، فضاء مالته 4 متر ومعرض الى حمل منتشر مقداره 3 كيلو نيوتن. الخطوه الاولى
أكيد نوجد الرياكشنز اللي هي هنا عندي 6 كيلو نيوتن وهنا أيضا 6 كيلو نيوتن. فحسب الطريقة السابقة سوينا هنا السكشن وطبقنا معادلات الاتزان حتى نطلع المعادلات ونرسمهم. طبعا هذا هو السكشن، لكن بالطريقة هذه مالتنا الثانية ما راح نحتاج نسوي سكشن ولا نسوي معادلات، وإنما نحل مباشرة. شلون راح يصير الحل؟ يعني حتى نطبقه ويا الحل الموجود، نبدي بالنقطة الأولى، نقطة الأي. نباوع هنا عندي أكو رياكشن يعني مقداره 6 كيلو نيوتن، والرياكشن احنا قلنا نعامله مثل معاملة الكونستريتد لود. فنعتبر أكو كونستريتد لود مقداره 6 كيلو نيوتن إلى الأعلى. فالحل شلون يكون؟ بأن نرسم خط من الصفر ننطلق هنا إلى الأعلى بمقدار 6 كيلو نيوتن. هاي الخطوة الأولى بالرسم مثل ما تشوف بدون أن نستفيد من السكشن أو المعادلات. وراء نقطة أي راح نجي نلقي أكو حمل منتشر من الأي إلى البي، أوكي، مقدارة 3 كيلو نيوتن. فنجي للمبادئ اللي تعلمناها بهاي الطريقة اللي تقول أنه مساحة اللود هي تساوي الفرق بالشير، يعني الفرق بالشير من نقطة A إلى نقطة B تساوي المساحة لللود. فإذا أنا كنت في نقطة 6 بالشير، فوين راح أكون في نقطة B؟ إيش أسوي؟ أقول الستة اللي أنا بيها أجمع وياها مساحة اللود. مساحة اللود هي 3 في 4 يعني 12، بس هنا أنا راح أجمع وياها، بس هي المساحة شنو راح أتعامل وياها؟ كقيمة سالبة. ليش قيمة سالبة؟ لأنه الحمل إلى الأسفل. فإذا اللود إذا كان إلى الأسفل مساحته تؤخذ سالبة، أما إذا كان إلى الأعلى فيعتبر موجب. أوكي، فالمساحة هي 3 في 4 12 وسالب، فصير سالب 12. فستة ناقص 12 تصير ناقص 6. إذن في نقطة B قيمة الشير هنا هي ناقص 6 فعلا مثل ما نشوف بالحل. فمن حددت هاي النقطة هنا ناقص 6 وهنا 6، فأقدر أوصل بيناتهم بخط مستقيم. هنا شلون أعرف أنه خط مستقيم وأني ما مطلع المعادلات؟ هنا نرجع أيضا واحدة من الملاحظات اللي حكيناها، قلنا أنه درجة الكيرف بالنسبة للشير هي أعلى بدرجة واحدة من اللود. فهنا اللود بما أنه هو مستطيل أفقي، فهنا من أي درجة نعتبره؟ الحمل الأفقي المستطيل يعتبر من الدرجة صفر. ليش؟ لأنه ما بي ميل، يعني الميل مالته صفر. فبما أن هذا من الدرجة صفر، فإذا الشير راح يكون من الدرجة الأولى. درجة الأولى يعني لاين، فأقدر أوصل من خلال اللاين. أو نقدر نعرف أنه هذا لاين أيضا بطريقة أخرى. الطريقة الأخرى شنو هي؟ المعلومة اللي أيضا أخذتها بهاي الطريقة اللي تقول أنه ميل الشير في أي نقطة يساوي قيمة اللود في تلك النقطة. فإذا جينا طبعا اللود المنتشر، فإذا أردنا نعرف هنا الميل إيش قد، الميل يعني ميل مماس الكيرف، فنجي نباوع اللود إيش قد هنا. اللود إيش قد هو 3، أوكي، وقلنا إلى الأسفل فنعتبره ناقص 3، أيضا يكون السلوب سالب. فإذا الميل السالب هو الميل اللي يكون نازل هالشكل، أوكي، عندما نتجه إلى اليمين. ومقدار إيش قد؟ 3. فمقدار 3 إذن ناقص 3. وفي أي نقطة نمشي على طول الكيرف أو على طول مخطط الشير، أي نقطة أعرف بها ميل القاص هو قيمة اللود. وبما أنه قيمة اللود ثابتة هنا كلها 3، فإذن ميل الشير دايجرام راح يكون أيضا ثابت مقداره 3. وإذا كان الميل ثابت من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، فمعناها الكيرف مالتي هو خط مستقيم.
لأنه الكيرف اللي نعرفه أي كيرف من الدرجة الثانية فما فوق يكون الميل مختلف لكل نقطة على الكيرف. أما إذا كان الميل ثابت فمعناه هذا هو مو كيرف وإنما لاين، فأقدر أوصل بخط هالشكل لاين. ونتحقق من الميل، الميل ميل هذا هو منه العمودي على الأفقي، فإذا كان هذا 6 أوكي وهاي المسافة هي نصف الفضاء حسب السيمتري، فاثنين 6 على 2 راح يكون هذا الميل هو 3 اللي هو نفس هذا الميل أيضا اللي هي هاي 6 أيضا على 2. فهذا يعني طبقنا الطريقة الثانية على هذا الحل. نجي للبيندينج مومنت دايجرام أيضا في النقطة الأولى، هنا نباوع مثل ما شفنا هنا هل أكو شير أو ماكو، فلقينا أكو 6 فرسمنا خط صاعد مقداره 6 لأن القوة صاعدة. هنا بالمومنت هل يوجد مومنت في هذا النقطة؟ لا يوجد، لا من السبورت باعتبار هنج ما بي مومنت، ولا أكو مومنت خارجي، فلذلك يكون المومنت قيمته هنا شنو؟ 0. جيد، فالقيمة 0 هنا، وإذا أردنا نعرف إيش قد القيمة هنا في منتصف البيم على بعد 2 متر، فنطبق القاعدة اللي تقول أنه قيمة العزم أو الفرق في العزم من نقطة إلى نقطة يساوي مساحة القص، يساوي مساحة القص بين هاتين النقطتين. فأنا هنا كنت 0، فبهالنقطة إيش قد أصير؟ فأقول 0 أضيف لها المساحة، مساحة القص هنا مساحة موجبة فتنضاف. مساحة هاي شنو هي؟ مساحة مثلث، أقدر أحسبها 6 في 2، هاي المسافة هي 2 متر، فستة في 2 12 على 2 باعتبار المثلث يكون 6. فإذا 0 زائد 6 هنا راح تكون قيمة العزم هي 6 كيلونيوتن فعلا مثل ما أنا حالها بالطريقة الأولى، فهنا 6. هسه هنا 6 أريد أعرف من هنا إلى هنا إيش قد يصير من هاي النقطة إلى هاي النقطة، يعني من x يساوي 2 إلى x يساوي 4، فأني واصل للستة ووراها أكو مساحة قص هنا شنو؟ سالبة. فأنا إيش راح أسوي؟ راح أطرحها وليس أجمعها، يعني 6 أطرح من عندها هاي المساحة، ليش؟ لأن سالبة. فستة ناقصا هاي المساحة اللي هي أيضا 6 في 2 على 2 أيضا 6، فستة ناقص 6 راح يكون هنا القيمة 0 أوكي؟ فصار عندي هاي النقاط 0 و6 و0. هسه نجي شلون عرفنا أنه هذا الرسم بهاي الطريقة هذا الكيرف؟ نرجع للمبدأ الميل أيضا. إذا نلاحظ هنا الميل المماس هنا لل هذا الميل المماس للعزم قلنا هو لازم شنو؟ يساوي قيمة القص في تلك النقطة. فحتى نعرف ايش قد الميل هنا لازم نشوف القص ايش قد هنا. قيمة القص هنا الشير هي 6، 6 موجب، اذا هنا الميل هو 6 موجب. لاحظ الميل الموجب هو قلنا اللي يكون صاعد لما نتجه الى اليمين، فنقدر نرسم هيك خط صغير انه هذا صاعد من هنا. هنا اذا تلاحظ قيمة القص ناقص 6، يعني الميل هنا هو سالب يعني نازل هالشكل، من نروح لليمين يكون نازل. لاحظ واذا جينا على هاي النقطة راح نشوف قيمة القص هنا 0، 0 يعني ميل المماس هنا 0. شلون يعني الميل 0؟ يعني يكون المماس افقي هالشكل. فهذا حتى لو اني مراسمه حسب الطريقة فراح اعرف من هنا راح انطلق بهالشكل ويا الميل واوصل هنا الى ان يكون افقي، وبعدين ارجع هنا بهالشكل الميل. إضافة للمعلومة اللي تعلمناها سابقا اللي يقول أنه لما يكون الشير 0، لما ينتقل القص من الموجب إلى السالب ويمر بالصفر، فهنا راح تكون عندي ماكسيمم بوينت، يعني قمة، أعلى قمة في بين النقاط هذا الجزء. فإذا عرفت هذه هي القمة فأكيد إذن راح يصعد إلها ويرجع ينزل من عدها.
أوكي، هذا بس حتى نشيك الطريقة على مثال إحنا حاليه سابقا، وحتى نقدر نمشي بالأمثلة القادمة.